حضرتك في البداية، وأكيد هو يوم مهم لكل أعضاء النادي الأهلي. طبعا ما لا شك فيه، النهارده يمكن الجمعية العمومية بإذن الله هتكتمل اللي هي النصاب القانوني اللي اتوضع من قبل اللجنة الأولمبية، اللي كان أنا أساسا بقول برضو مفيش حاجة اسمها تدخلات لأي جهة رياضية في مصر لجهة رياضية أخرى، طالما إن القانون 77 سنة 75 اتغير عشان ما يبقاش فيه تدخل حكومي، وبالتالي ما يبقاش فيه تدخل من أي جهة للهيئات الرياضية. التدخل الوحيد بيبقى من خلال الجمعيات العمومية اللي خاصة بكل هيئة رياضية، والجمعيات العمومية هي اللي بتحدد مصيرها إذا كان في الاتحادات والأندية. دور اللجنة الأولمبية الحقيقة إنها تحط في القانون أو في المادة 4 بالذات، يعني إنها تبقى هي تاخد سلطات وزارة الشباب والرياضة، ده في لوائح اللجنة الأولمبية الدولية اللي هي بيقولوا عليها الأولمبيك شارتر. مفيش الكلام ده، لا تدخل لأي هيئة في الهيئات الرياضية حتى بما فيها اللجان الأولمبية، وإلا كانت اللجنة الأولمبية الدولية تتدخل في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة اليد. اللجنة الأولمبية الدولية ملهاش أي علاقة بالاتحادات الدولية اللي موجودة عندها، كل اتحاد دولي هو الجمعية العمومية بتاعته هي اللي بتحدد مصيره. اللجنة الأولمبية المصرية هي الجهة الوحيدة بس التي تسأل من اللجنة الأولمبية الدولية إذا كان في أي تدخل حكومي، فهي بتقول أيوة في تدخل حكومي وبتثبت الكلام ده، لكن ملهاش أي دور بالنسبة للوائح اللجنة الأولمبية الدولية إنها تتدخل في شؤون الاتحادات والأندية. ما قيل سابقا إن لا الأندية تتبع اللجنة، لا، في حاجة اسمها الحركة الأولمبية، هيكل الحركة الأولمبية. هيكل الحركة الأولمبية ده بيدخل فيه الاتحادات الدولية، اللجان الأولمبية الوطنية، اللاعبين، الأندية، البطولات اللي بتتعمل، يعني اللجنة الأولمبية أو الأولمبياد بتشمل إيه؟ بتشمل الحركة دي كلها، لكن ما فيهاش أي تدخل من أي جهة للأندية أو الاتحادات. وجهة نظرك، شايف أسباب الخلاف ما بين اللجنة الأولمبية والنادي الأهلي ايه الاسباب بالنسبه للخلاف ده؟ وهل فعلا يعني ما ينفعش النادي الاهلي يعمل اللائحه بتاعته على يومين او انعقاد الجمعيه العموميه على يومين؟ من حق النادي الاهلي ومن حق اي نادي، ما بتكلمش النادي الاهلي بس، من حق اي نادي يعمل اللائحه بتاعته، وطالما قيل انها لائحه استرشاديه معناها ان انا ممكن استرشد بيها لبعض الهيئات اللي ما قدرتش تحط لائحه او ما عندهاش القدره انها تحط لائحه، فيها هيئات زي مراكز الشباب زي الانديه الصغيره ما عندهاش القدره انها او ما عندهاش الناس اللي تقدر تحط لهم لائحه، فعملوا لها لائحه استرشاديه ممكن ياخدوا بيها او ما ياخدوش بيها، لكن طالما انها استرشاديه فمن حق اي هيئه رياضيه اذا كان نادي او اتحاد ان ياخذ بيها او يغض البصر عنها كامله او بجزء منها. والحقيقه انا برجع اقول برضو التعنت في هذا الموضوع، وان اللجنه الاولمبيه او غير اللجنه الاولمبيه انها تتعنت انها تحط ضوابط ومعايير للأندية والاتحادات، ده مرفوض شكلا وموضوعا، مرفوض حتى من لوائح اللجنة الأولمبية الدولية. كل هيئة طالما ان قانون اعطى للجمعيات العمومية لكل هيئة رياضية انها تقوم بمعرفتها فهي او باللوائح بتاعتها، فهي المنوط بها اولا واخيرا انها تحط اللوائح بتاعتها، وطالما انها توافق عليها من الجمعيات العمومية فاللائحة دي هي اللي تبقى مفروضة بالنسبة للنادي. بشكر حضرتك. أنا اللي شاكر ليك يا فندم، شكرا. كان لقائنا مع اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية السابق، أكيد كان كلام مهم منه، لكن خليني أقول بعض الأجواء